سلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد واجواء كاس العالم الرهيبه. طبعا يا اخوان بهذا الفلوج راح تشوفوا فعاليات خرافيه صارت، فعاليات عشوائيه من خلال رحلتنا في قطر. بالضبط، قابلنا العديد من اليوتيوبرز وكانت اجواء كثير حلوه وعملنا فعاليات كثير حلوه، ورحنا على مدينه الالعاب ورحنا خليهم يشوفوا شوفوا الفيديو واعملوا لايك ومشاهده ممتعه. تفضلوا. Hey guys, احنا الان في قطر. اعملوا لايك سبسكرايب شير قنواتنا بالديسكربشن. كم عندك؟ 9 مليون 8 مليون احنا. ابو سيف واحده، طيب بس واحده. انا بحاول، بس انا بدي اقول لك حط الرميه هنا. هيها شفتها؟ تنتين يلا الله عليك. نفس اللون بعدين. مبسوط؟ وين رايح؟ ايش؟ وين رايح؟ شغل الالعاب الخطيره والله. بالله عليك. شغل الالعاب الخطيره. بالله عليك. عندي برنامج حامل اسمه اكستريم جيمز، ادور على اخطر العاب في الدنيا واروح لها. بس تمام، يعطيك العافيه. هذه لعبه ليفل 1، لعبه بسيطه والله يا حبيبي. اول مره اشوفك تقدر تنتحر. انتحر اول شوفك. هذه فقط للرجال واصحاب القلوب القويه والله. لعبه مستواها ليفل 1، لسه سهله. تعال ندور عن ما هو اصعب منها. تعال يا الهي. هذا ركاب ايش؟ انا ركاب. هاي اللعبه عيب. حب انا ما بقدر على هاي الاشياء خليتها لك انت واخوه. انتم مجانين اقسم بالله، انتم مجانين. مارس الخطوره بامان 100%. لا 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 يا جماعه، اول اشي هذا الاشي المسجون اللي بدهم يركبوه عصون محمد عدنان وباقي الشباب، تخيلوا. وانا طبعا انا هون توصوني مع العابهم اللي فازوا فيها. امانات الخليلي لحد ما يخلصوا اللعبه. هاي الشباب عم يركبوا عزيم، هاي محمد عدنان، ومشي الثاني عصومي. شو وضعها؟ أنا بدأت تلف 360 معلم، أنا جد خفت. هي سريعة كتير. دخلت يعني جد دخلت، بس حلوة كانت. حلوة؟ متعود على الألعاب، قلت لهم بدي أخوفكم بصرخة الشهيرة ولكن ماي بينك بنانا يا فروم داون ذير. واتس يور نيم؟ بينك. واتس يور نيم؟ هز. ماي نيم از هز. ليتس جو. ليتس جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمتابعات الأحياء منكم والأموات في قناة طيور الجنة، أفضل قناة، قناة الطفولة، قناة الأساطير. معانا هون تفضل لو سمحت، معانا هون مطرب جديد على الساحة واللي هو عصومي وليد، لانه انا ما عرفت مين هو عصومي. مبسوط. مين هو عصومي او مين هو وليد؟ انا كثير مبسوط طالع قناه طيور الجنه. انا مبسوط اكثر، انا بحبها هاي افضل قناه. امدح عك عك، خلي ابوك يزود لك الراتب. عك كمان افضل قناه هو
وافضل ناس فيها خالد مقداد. خالد طبعا مقداد طبعا هذا افضل الاستاذ لو سمحت الاستاذ خالد مقداد تاج راسك. اه طبعا تاج راسك ويعني اكيد حافظ اغنيه لطير الجنه. انا الاغنيه الوحيده اللي حفظتها لعصومي وليد يعني كانوا الهامي وقدوتي وانا صغير وهم كانوا صغار برضو معاي يعني واللي هي عصومي ووليد مرة راحوا عبيت الجيران ضحكوا لعبوا سرقوا دار جيرانهم ما شافوهم من زمان ما شا... انتو مين هو اللي ما شافوهم من زمان جيران وتحية أخيرة لعمه خالد مقداد الأسطورة وتاج راسنا وتاج راس عصومي ووليد. طيب يا جماعة معلومة ما بتعرفوها عني انه انا صغيرة لما كنت 14 لا 13 سنة كانوا طيور الجنة لأن هلأ بحكي في المايك تبعهم بدهم حدا يغني فأنا دخلت طبعا دخلت عليهم زي هيك حكت معهم على الموبايل وصرت أغني من أيام ليلا حيث الناس نيا بهذا الصوت وما يبنونه حكوا لي شكرا يعطيك العافية ما بدنا حدا يغني. لو سمحتي صبا بدنا الأغنية أغنية من أيام حالا تغنيها بصوتك الآن. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هيت عزيز من أيام ليلا حيث الناس نيام مر علي العيد. يعطيكم العافية شير لايك سبسكرايب وحققت حلمي وأخيرا غنيت فطير الجنة الحمد لله. أبو الجلاد عندي أبو الجلاد. يلا 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 نتعرف عليكم شباب. تعرف عليك أحمد. أحمد وأنت منتصر. عيد احمد ابو شايب شو اكثر قناه كنت تحبون انت صغير؟ والله طيور الجنه. منتصر طيور الجنه. احكيها باحسن هيك. طيور الجنه. ايوه. طيب يلا غنوا لنا اغنيه طيور الجنه. ايوه ايوه لا يا ربي ترجع لنا يا بابا بالسلامه. اغنيه ثانيه اغنيه ثانيه يا بابا سنا لا استنى شوي لا 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 بابا تليفون قل له مو هون يا بابا تليفون قل له مو هون بابا بيقول لك هو مو هون لا 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 بابا تليفون قل له مو هون بابا تليفون قل له مو هون بابا بيقول لك هو مو هون يا اسناني صور لي الدكتور سني فرجاني ست السوسة قاعدة جوا مبسوطة بسيطة يا بسبوسة والله لا أكل تفاح وراح أشرب هالحلويات راح أكل خضرة وحليب ما بدنا شبس وهذا. أنا متابعكم من زمان. يعطيك العافية حبيبي. أنتوا بتتابعوا أكثر مني كيف. كل الشكر كل الشكر لأمي وأبوي اللي عرفوني على طيور الجنة. الله أولا أنتم قناة صنعت جيل كامل. أنا تابعتها كنت كبير إلى حد ما يعني ولكن إخواني الصغار كانوا موجودين ويتابعوها ولكن الغريب العجيب بعد ذلك هو أنه أولادي ورب الكعبة أنهم تابعوها ورب الكعبة أنه أولادي تيم وإيليا كانوا يتابعوا قناتكم وأظن أني اخترت الخيار الأفضل والأجمل والأمثل لأن أولادي يتابعوه اللي هو محتوى نظيف وأنت يعني كأب تكون مطمن جدا على هذا المحتوى ولكن بعد ذلك والدي عصوم أصحابي ووالدهم أستاذ قدير وأحبه له في قلبي مكانه وبصراحة خليني أحكي هالسر يعني لما كنت في سنة 2008 كنت في التوجيهي كنت إذا بدي أشاغب في الصف كنت أسكت الجميع وأخلي الجميع كله يردد معي أغنية يا بابا أسناني ماما. يا سلام. طب سمعنا منها مقطع لو سمحت. إذا بتشاركوني إذا بتشاركوني يلا يا بابا اسناني واوا وديني عند الطبيب ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب السوسي نخرت بسناني صور لي الدكتور سني فرجاني ست السوسي عادي جوا مبسوطة لك بسيطة يا فسوسة والله لا اكل تفاح وراح اشرب انا حلوية وراح اكل خضرة وحالي ما بدنا شبس وغاز بالسواك وبالمعجون عندي دي حملة تنظيفات. أعزائنا المشاهدين في كل مكان حس حالي أخبار الدار. نرحب الأخوين نرحب بالأخوين التوأم عبد الله وعلي. شو اشتري؟ مين عبد الله ومين علي؟ دقيقة شوي. أنت عبد الله. أنت علي.
ايش بالاخير؟ علي 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 صح. وانت عبد الله. عبد الله الحمد لله عرفناه. شباب انا على قناه طيور الجنه بابا. كنت احضرهم زمان بس انا ماسك مايكم. عدينا يلا يلا نغني. يلا بدنا نغني. مره طلعنا ومشينا مشوار بسياره لينا، مره طلعنا ومشينا مشوار بسياره لينا، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كتير وغلط. شكرا لكم منحبكم خالد. عمو خالد بحبك. اما الان مع الرائع ايمن عبلي. اهلا وسهلا. اهلين. وين صوتك عفوا؟ انت من مباراه امبارح. مباراه امبارح راح بمباراه وانا بشجع السعوديه. طب روح دور عليه بالملعب. زعل زعل شخصها. طيب ايمن كلمه لطيور الجنه. لا ما حق كلمه لطيور الجنه. انا كثير بحب طيور الجنه. صحيح اني مش وانا صغير يعني اذا ما حس حالي والله منظري بيضحك. لا لا يا زلمه والله احكي 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 والله. معلش اسمع بسجل فويس اوفر ببعث لك اياه بتركبه. اوكي ماشي ماشي عشان صوتي رايح. كنت احضر طيور الجنه من زمان. يقول انه يا لا بس عن جد رائعين. وغير انهم رائعين الاشخاص هذول هم داخليا بيعرفوا انا قديش بحبهم وقديش بعرف انهم من جوا بني ادمين نظاف. بس حبيبي والله يا حبيب قلبي والله حبيبي والله يا ايمن. خليني اطلع بسرعه. طبعا هاي كانت مقابله حافظ خالته ام جميل. مين انت حافظ خالته؟ بتعرفه؟ تعال تعال بسرعه. ام جميل. اول شيء اسمك حسن. حسن تعرفوه خالته ام جميل كيف تقضي الشهر الفضيل ما بتخلي مسلسل إلا تشوفه نهار وليل. إيه أنا البندورة الحمراء بزروعها فين الخضرة. ساعديني ساعديني كمل كمل تاكل مني. أنا البندورة الحمراء. أنا البندورة الحمراء مزروعها فين الخضرة. مزروعة بين الخضرة. تاكل مني ما تشبع. تاكل مني لا تشبع. وتصير خدودك حمراء. وتصير خدودي حمراء. شايفين مكسور أخو. لا مو كيفك. لا صوتها هيك. طيب طبعا معنا الان الطفل عبو جابري. انا لسه عايش الطفولة لليوم يا اخوان. ما شاء الله. مش قادر اوقف. هيني مطور الجنة ومعي. اعطينا كلمة او غنية او شو عمل بدك اياه. اول اشي اسمه انا كتير بحب طيور الجنة. وانتو كتير كبرتوا بسرعة. هاي معلومة اعتقد كتير سمعتوها بس لازم كان احكيها. واغنية. انا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة تاكل مني ولا تشبع وتصير خدودك حمراء. نسيت الباقي يا اخوي. احلى تحية لقناة طيور الجنة، القناة اللي حبوها كل الناس، القناة اللي تربت تحتها اجيال، والقناة اللي محتواها نظيف من والى. صعب اليوم تلقى محتوى نظيف لكن يحبون الناس ويكون ترند. تستاهلون واستمروا وبصراحة من اجمل القنوات اللي ان شاء الله راح تظل في الذاكرة للابد. منتصر جلامدي راح العبك لعبة. اوكي. حغني انا اغنية وانت حتعيد وراي. كل مرة انا حضيف كلمة بدك تحكي نفس الكلمة مع باقي الاغنية. اوكي. تمام؟ أوكي. كل جولة بدي اضيف حتحكي الاضافات انت. يلا. الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. والقط بتاع الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. والقط بتاع الولا بتقول يا ليل. والقط بتاع الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. والقط بتاع الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. والرجل بتاع القط بتاع الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. والرجل بتاع القط بتاع الولا ابو نظارة بيقول ايه. اجي اجي. والشعر بتاع الرجل بتاع القط بتاع الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. والشعر بتاع الرجل بتاع الولا ابو القط بتاع الولا ابو نظارة بيقول ايه. يلا ماشي. والشامبو بتاع الشعر بتاع الرجل بتاع القط بتاع الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. والشامبو بتاع الشعر بتاع الرجل بتاع القط بتاع الولا ابو نظارة بيقول. الله عليك برافو. طيب والغاطة بتاع الشامبو بتاع الشعر بتاع الرجل بتاع القط بتاع الولا ابو نظارة بيقول يا ليل. والغطا بتاع الشامبو بتاع الشعر بتاع الرجل بتاع القط بتاع الواد ابو نظاره بيقول والله. لسه اصبر
اخر وحده والليبل تاع الغاطه بتاع الشامبو بتاع الشعر بتاع الرجل بتاع القط بتاع الولا ابو نظاره بيقول يا ليل. والليبل بتاع الغاطه بتاع الشامبو بتاع الشعر بتاع الرجل بتاع القط بتاع الولا ابو نظاره بيقول والله كفو اقسم بالله اول واحد يحكيها كامل صح ماشي. والله كفو 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 فزت معانا بعشا تفضل. اه والله يلا يلا تفضل.